مستوى التمريض في المستشفيات بالنسبة لمستشفيات وزارة الصحة مستوى التمريض فيها قليل شوية، محتاج دورات، محتاج خدمات كتير، محتاج ناس تتكلم علينا شوية. أما بالنسبة للخاصة عشان موفر لهم كل الإمكانيات المادية فالمستوى عندهم هايل بصراحة، في إمكانيات بشرية وفي إمكانيات مادية، كل ده مساعد. هو مستوى التمريض طبعا بيختلف من مستشفى لمستشفى حسب المنظومة وحسب السياسات اللي بتقوم عليها المستشفى وحسب العائد المادي اللي بيعود على الناس والتدريب اللي بيتدربوه، لازم يختلف. طبعا احنا عندنا مستشفيات المؤسسة ابتدينا ندرب الناس ونأهلهم ان هم يعني يتماشوا مع العصر وازاي يتعاملوا مع اهل المريض ويثقفوهم وازاي يتعاملوا مع امتصاص غضب المرضى، بنديهم تدريبات كتير جدا جدا. المستشفى الحكومة طبعا بتختلف عن المستشفى الخاصة، الممرضة في المستشفى الخاصة بتتعامل بالشفت وبتاخد أجر عالي، فبالطبيعي لازم تتعامل مع المرضى بحذر وبطريقة مختلفة لأن معروف النهاردة مع السلامة خلاص. الممرضة في القطاع الحكومي بكل أسف مهملة شوية، الناس بتتعامل معاها بطريقة ما ترضيهاش نفسيا، ممكن كمان نفس الإدارة تعاملها بطريقة ما تبقاش كويسة معاها، بتحس في بعض الممرضات بشوية من الظلم أو بشوية من الضغط النفسي، فبتحاول تعبر، بتبقى مش عارفة تتعامل مع الناس إزاي، فبتعبر بطريقة مش كويسة فالناس ينطبق لو أنت مش ممكن تكوني ملائكة رحمة. نعمل دورات تدريبية على طول، بنطلعهم إعراض زي ما المس قالت، بنحسن مستواهم العلمي والثقافي، دايما بيكون عندي إمكانية إن أنا أحسنهم أطلع بيهم وأعلي بيهم، ما أفضلش أقول أنا هعمل وأسوي وأنا ما عنديش إمكانيات وما عنديش أي حاجة. ازاي اقول له انا هعلمك وارتقي بيك وانا اصلا مش في ايدي امكانيات ومش في ايدي اي حاجه، فهيفضل زي ما احنا مش هيتحسن. نظره المجتمع عن التمريض وحشه جدا، وبعدين في افلام بتتذاع، في مسلسلات بتتذاع، كل الحاجات دي طبعا بتسيء لينا جامد جدا. طبعا احنا برضو بنقيم الموضوع ده كتير قوي، فنفسنا يعني برضو ما يعني نلاقي حاجة يعني محدش يتكلم في مدى كتير يعني عشان بتضايقنا كده. عندهم حق، أنا اللي شفته في التلفزيون إن هو من شهر 9 ما قبضوش الحوافز بتاعتهم، فكان ممكن يعملوا بطريقة أحسن من كده، يبقى يضرب جزء يعني جزء اللي هو الأماكن الهوت اللي هي الرعايات العمليات يفضلوا في أماكنهم، عيادات خارجية أقسام ممكن ينزلوا يعني شوية يعني أجزاء كده من البنات ينزلوا. اهل المرضى احنا ما بنعرفش نتعامل معاهم، اسلوبهم بيبقى وحش في الكلام، طريقتهم معانا بتبقى وحشه في الكلام برضو. ممكن لو احنا مثلا حاولنا ان احنا نقول لهم ان مثلا مش هينفع مثلا تخش تبص على الحاله يتهجموا علينا ويضربونا، يخش يكسروا الرعايه، ودي مره حصلت قبل كده من فتره وكسروا الرعايه فعلا، وكان الناس يعني كان الموضوع كان كبير قوي.